بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل تاني خطوه في ريموفال بارشال دينشر كونستراكشن. تاني خطوه عندنا اللي هي السيرفينج. طيب قبل ما ابتدي اشرح السيرفينج على الكاست وايه المكونات بتاعه السيرفينج واليوزز في السيرفينج، لازم اعرف الاول انا بعمل ليه سيرفينج. مبدئيا كده زي ما احنا عارفين ايه الريكويرمنت اوف ريموفال بارشال دينشر. عشان الريموفال بارشال دينشر يطلع عندي ناجح ما فيهوش اي مشاكل ويكون البيشنت ساتسفايد بيه، في ريكويرمنت محدده انا لازم احققها. اول حاجه لازم يكون الدنشر بتاعي اكوريتلي فيت، لازم يحقق نقطه الريتنشن والسبورت والستابيليتي، لازم يكون ايزي في الانسرشن والريموفال، ما يحصلش اي انترفيرنس للتوث مع التوث ستراكشر او مع السوفت تيشو ستراكشر. كمان لازم بريزيرف الهيلث اوف ريمينينج توث ستراكشر. كمان لازم يكون استاتيكالي اكسبتابل، لازم يكون الابيرنس بتاع البيشنت مقبول، ما يبقاش عندي في سبيس ما بين السادل والريمينينج توث فيبقى باين، او يبقى عندي ميتال ديسبلاي يبقى واضح فيخلي الابيرنس بتاع البيشنت مش كويس. برضه من الحاجات المهمه جدا اللي هو لازم يكون موست هايجينيك، بمعنى ان ما يكونش في اي سبيس ما بين السادل والريمينينج توث ستراكشر فيؤدي ان هو يحصل اكيوميليشن للفود وبعد كده يحصل انفكشن وانفلاميشن ومشاكل للبيشنت. تمام، يبقى عشان احقق الريكويرمنت اللي انا قلت عليها دي لازم امشي على تريتمنت بلان مظبوطه. طيب تريتمنت بلان دي علشان اقدر ان انا احددها، بمعنى ان انا شكل الديزاين بتاعي هيبقى شكله عامل ازاي، ايه الماوث بريبريشن المطلوب ان انا اعملها، يبقى لازم اخد الاول اعمل دايجنوستس كويس، اعمل كلينيكال اكزامينيشن كويسه انسايد بيشنت ماوث، كمان لازم اعمل اكزامينيشن اوتسايد بيشنت ماوث في دايجنوستيك ماونتنج، المفروض ان هو اتعمل الخطوه الاولانيه. يبقى انا عملت كلينيكال اكزامينيشن كويسه قوي، عملت دايجنوستيك ماونتنج، وتالت حاجه بقى اللي عملتها ايه؟ سيرفينج. والسيرفينج دي انا بعتبرها اهم خطوه في البلاننج بروسيس. يبقى وانس ان التلات حاجات دول اتعملوا كويس جدا هقدر ان انا اعمل تريتمنت بلان مظبوطه. هقدر على اساس المعلومات دي اعمل الديزاين بتاعي، اعمل الماوث بريبريشن. تمام كده، يبقى احنا كده عرفنا مجملا ايه ليه انا بعمل كل ده، ليه بعمل كلينيكال اكزامينيشن، ليه بعمل دايجنوستيك ماونتنج، ليه بعمل السيرفينج. عشان في النهايه انا عايزه اعمل طقم كويس قوي ما فيهوش اي غلطه، يكون البيشنت ساتسفايد بيه 100%. طيب قبل ما نشتغل سيرفينج وقبل ما اقول هاو تو يوز سيرفيور، لازم اتكلم الاول عن السيرفيور نفسه، عن الكومبوننت بتاعت السيرفيور. طيب ايه المكونات بتاعت السيرفيور؟ اول حاجه عندي زي ما احنا شايفين هنا عندي سيرفينج تيبل. سيرفينج تيبل هنا بيعمل ايه؟ بيعمل تويست للكاست، الكاست هولدر. خلاص عندي هنا الكاست هولدر can swivel in all direction باستخدام locking knob لو انا عايزه اثبته كده. تمام، وطبعا الكاست بيتثبت هنا على الكاست هولدر باستخدام locking pin. تمام، ده اول جزء. عندي هنا surveying base، عندي vertical arm، عندي horizontal arm which is fixed، وعندي vertical spindle. vertical spindle can move up and down. تمام، واقدر اثبتها باستخدام السكرو. في نهايه الفيرتيكال سبندل عندي الماندرل. الماندرل هنا وظيفتها ان انا بقدر اعمل اتاتش للسيرفينج تولز تو ذا فيرتيكال سبندل من خلال الماندرل. تمام، طيب ايه السيرفينج تولز اللي موجوده عندي؟ طبعا السيرفينج تولز المفروض ان بيبقى مكانها هنا في الريسيرفوار،
of surveyors. تمام. اما بحتاجها بطلعها من ستورج مكانها. انا عندي اربعة surveying tools لازم نكون عارفينهم وعارفين كل واحدة وظيفتها ايه واستخدامها ايه. اول حاجة عندي analyzing root. الانالايزنج root دي اول tools بستخدمها اما اجي اعمل surveying. بستخدمها ل initial analysis of study cost. طبعا انا هقول استخدامها في نقط لحد ما نشرح بالتفصيل اما نيجي نعمل سيرفينج. بس نحفظ النقط دول. ان انا بعمل assessment للproximal surface of abutment tooth. يعني انا عندي هنا abutment tooth. بعمل assessment للproximal surface of abutment tooth. Abutment tooth which is adjacent to edentulous area. بعمل لها assessment to act as a guiding plane. تاني حاجة اللي استخدمها ان انا بعمل كمان assessment لل undercut retentive area. يعني بشوف ال undercut المفروض ان انا هستخدمها ان هي تعمل لي retention للدنشر. وتالت حاجة بعمل assessment ل any interference موجودة عندي في البيشنت ماوس. زي مثلا هنا عندي بوني اكزيستوزيس ناحية البقل، فأقدر ان انا اعمل لها assessment باستخدام الانالايزنج روت. يبقى انا عندي الانالايزنج روت بيعمل assessment للثلاث حاجات اللي انا قلتهم: proximal surface of abutment tooth to act as a guiding plane و retentive undercut area و any interference. تمام. ده بالنسبة لأول tools. بالنسبة تاني حاجة عندي wax trimmer. wax trimmer ال wax trimmer ده أنا بستخدمه غالبا في الماستر كاست. في الماستر كاست أما بيكون عندي undercut area undesirable مش محتاجاها وعايز أعمل لها block out. تمام. زي مثلا هنا عندي اندر كات انا هعمل لها بلوك اوت وعندي اكسس واكس عايزه اشيلها بس بحيث ان يكون عندي الموديفايد سيرفيس يكون بارلل تو باث اوف انسرشن فبشيلها بالواكس تريمر على السيرفير. يبقى هو كده بيشيل لي اني اكسس واكس بحيث ان في الاخر الموديفايد سيرفيس بالنسبه لي يكون بارلل تو باث اوف انسرشن اند Remove. تمام. ده تاني tools بستخدمها. تالت حاجة عندي carbon marker وده مهم جدا. carbon marker ده هو ده اللي بيعمل لي delineating لي survey line. ان انا بمسك الكربون ماركر ده والمفروض ان هو بيلف كده around the abutment tooth عشان يحدد لي survey line، فبالتالي هيعمل separate لي ال undercut area عن ال non undercut area. تمام. وبيبقى جاي معاها شيلد بتعمل لي بروتكشن للكربون ماركر من ان هو يحصل له بريكج. طيب كمان عندي اخر حاجة ال undercut gauge. ال undercut gauge انا موجود عندي 3 سايز، 1 من 100 انش، 2 من 100 انش، 3 من 100 انش. الاستخدام بتاعته ان هو بيعمل ميجر للاكستنت بتاع الاندر كات وهنشوف دلوقتي استخدامه عمل. طيب احنا دلوقتي قلنا الكومبوننت بتاع السيرفير. قبل ما ابتدي اشتغل على الكاست احب اقول انا ليه بعمل سيرفينج، انا هستفيد ايه اما اعمل سيرفينج. طيب في اربع نقط مهمين جدا لازم احفظهم وافهمهم واحطهم في دماغي قبل ما اجيب الحاله واعمل لها سيرفينج. الاربع نقط دول هم دول اللي انا بدور عليهم او هم دول الحاجات اللي انا
بدور عليها وانا بعمل سيرفي. اول حاجه انا بعمل examination للبروكسيمال سيرفيس اوف ابوتمنت توث. بروكسيمال سيرفيس زي هنا طبعا بروكسيمال سيرفيس اوف ابوتمنت توث which is adjacent to edentulous area. بعمل لها examination. وهنا ده برضو ومثلا هنا بروكسيمال سيرفيس. لو في الحاله دي انا بعمل assessment للبروكسيمال سيرفيس اوف ابوتمنت توث. تمام. هنا نفس الكلام. هنا هنا وهنا وهنا بعمل لهم examination بحيث ان هم act as a guiding plane. يعني ايه act as a guiding plane؟ بمعنى ان انا عايزه ال proximal surface يكونوا parallel to each other and parallel to path of insertion and removal. ليه؟ عشان يبقى removal partial denture بتاعي easy في الانسرشن والريموفل، يكون يديني ريتنشن احسن ويبقى فيه ستابيليتي افضل. لان لما يبقى الجايدنج بلينز عندي او البروكسيمال سيرفيس اوف ابوتمنت توث بارالل تو سادل، فبالنسبه لي كده هيبقى فيه ايه مور كونتاكت ما بين البروكسيمال سيرفيس والسادل. لما يبقى فيه مور كونتاكت هيبقى فيه مور فريكشن، فبالتالي هيبقى ايه مور ريتنشن وستابيليتي. تمام. يبقى دي اول حاجه انا بعمل لها examination اللي هو البروكسيمال سيرفيس اوف ابوتمنت توث. ولما نيجي نعمل سيرفينج هنشوف بنعمل ازاي ده. تاني حاجه بعمل لها examination اللي هو الاندر كات اريا. خلاص الاريا اللي انا محتاجاها علشان تكون بالنسبه لي ريتنتيف اندر كات. وطبعا انا المفروض انا بعتمد على الابوتمنت توث في ان هي بتديني ريتنشن، فلازم يكون عندي اندر كات كويسه. لازم اعمل examination اشوف الابوتمنت توث دي فيها اندر كات كفايه ان هي تعمل ريتنشن للدنشر ولا ما فيهاش. لان لو ما فيهاش هضطر ان انا اشوف حلول تانية، يا اما اعمل كرييشن للاندر كات يا اما اعمل سيرفي كراون. هبتدي ادور على الحلول عشان احل المشكله دي. فمهم جدا بالنسبه لي ان انا لازم اعمل examination لكل الابوتمنت توث بحيث ان يكون فيها اندر كات، لاني هعتمد على الريتنشن من الابوتمنت ده. يبقى احنا قلنا اول حاجه بعمل examination للبروكسيمال سيرفيس to act as a guiding plane. تاني حاجة إن الكاست examined for area of retentive undercut. تالت حاجة إن الكاست examined for area which interfere with seating. any interference موجود عندي في الكاست لازم أعمل له examination، لأنه ممكن إن هو interfere with the path of insertion and removal. طيب أنا عندي two common cases للانترفيرنس اللي بيبقى موجود عموما. يعني في ممكن يجي لي الحاله ما فيهاش اي انترفيرنس، فبالتالي انا لو جيت عملت اناليسيز مش هلاقي فيها انترفيرنس، فدي مش هيبقى فيها اي مشكله. لكن ممكن يجي لي حاله ثانيه فيها انترفيرنس. طب ايه الحالتين الكومون اللي انا ابقى ممكن ابقى مركزه او متوقعه ان انا الاقيهم في اي كيس هشتغلها؟ اما يكون عندي اول حاجه بكل اكزيستوزيس، يعني عندي بون بروميننس في البكل او الليبيال سايد. تمام. زي مثلا عندي في الحاله دي انا عندي هنا بون اكزيستوزيس او بقول عليها سوفت تيشو اندر كات. طيب دي هتعمل لي مشكله في ايه؟ هتعمل لي مشكله لو انا جيت عملت اي بار كلاسب. الاي بار كلاسب المفروض ان هو هيعدي هنا فهيلاقي انترفيرنس. فلما الاقي حاجه زي كده هغير بقى في التريتمنت بلان. وهو ده اللي انا قلته، ان انا لما اعمل examination كويسه واعمل سيرفينج كويس هبتدي اختار التريتمنت بلان بتاعتي على اساس المعلومات اللي انا توصلت ليها. فلما اعرف ان انا عندي هنا بون اكزيستوزيس خلاص، يبقى في الحاله دي هضطر ان انا اعمل occlusally approaching clasp مش gingivally approaching clasp. طيب برضو في بعض الحالات ما يكون عندي كلاس 4 مثلا زي هنا،
ممكن الاقي فيه هنا بوني برومينانس ليبيال، فبيبقى عندي هنا كميه اندر كات. تمام. طيب في الحاله دي انا هعمل ايه؟ يعني هنا مضطر ان انا هحط هنا فلانج. فانا عندي كذا حل، يا اما ان انا اعمل بلوك اوت للاندر كات بالواكس، هيبقى عندي مشكله ان هيبقى في سبيس ما بين الفلانج والليبيال سيرفيس، فلما السبيس ده هيعمل ايه؟ اكيوميليشن للفود. طيب في حل تاني ان انا ممكن اعمل شورتن للفلانج، اقصره بس برضو مش هيدي ريتنشن كويس. طيب ايه الحل بقى الامثل في حاجه زي دي؟ ان انا اغير الباس اوف انسرشن. طبعا مش هنقول النقطه دي دلوقتي، اما نيجي نعملها على السيرفينج عشان يبقى الموضوع سهل. تمام. انا بس ايه بوريكم ايه الانترفيرنس اللي ممكن تقابلني. يبقى اما يبقى عندي بون اكزستوزس او بون برومينانس ليبيالي او بكري في اللور، ايه الحاجه الشائعه اللي انا ممكن الاقيها؟ ان انا ممكن الاقي تو بريمولر، يعني بريمولر في الناحيتين ممكن يحصل لهم، او في ناحيه واحده ممكن يحصل لها تلتنج لينجوال. فماجي المفروض ان انا عامله هنا لينجوال بار او لينجوال بليك، فيبقى انترفير مع اللينجوال بار، مش هقدر ان انا اعمل له انسرشن وريموفال بسبب التلتنج بتاعت البريمولر. فطبعا الحل بالنسبه لي ايه؟ طبعا لما يبقى عندي مشكله يبقى خلاص انا كتبت ان انا عندي مشكله في انترفيرنس مع كذا، ابتدي ادور على الحلول. يا اما هعمل ريكونتورنج للتوس او هعمل بلوك اوت. بس حاله البلوك اوت ده لما يكون التلتنج حاجه بسيطه خالص، فالبلوك اوت مش هيعمل لي مشكله، مش هيعمل لي سبيس كبير بحيث ان يحصل اكيوميليشن للفود. او لو انا مش عايزه اعمل كونتورنج للتوس وعايزه احافظ على السنين، ممكن ان انا اغير الباث اوف انسرشن، وبرده هنشرحها واحنا بنعمل سيرفين. يبقى دي ثالث نقطه عملنا لها اكزامينيشن، اللي هو ايه؟ اكزامايند فور اريا ويتش انترفير وذ سيتنج، يعني الانترفيرنس. يبقى احنا عملنا اكزامينيشن للبروكسيمال سيرفيس تو اكت از ا جايدنج بلين، عملنا اكزامينيشن للاريا اللي انا محتاجاها محتاجاها عشان الريتنشن، وعملت اكزامينيشن لاي انترفيرنس موجود عندي في البيشنت ماوس. اخر حاجه عندي اكزامينيشن فور استاتيك. اكزامينيشن فور استاتيك دي النقطه دي انا ما بحطهاش في اعتباري الا لما اكون بشتغل في حاله فيها ميزد انتيرور توس بس كده، وبرده هنبقى نشرحها في السيرفينج دلوقتي. اما يبقى عندي ميزد انتيرور توس او بشتغل على كلاس 4، ابتدي بقى ايه احط في دماغي نقطه الاستاتيك هيبقى شكله عامل ازاي. يبقى احنا عرفنا دلوقتي الاربع نقط اللي انا ببقى مذاكراهم كويس قوي وفاهماهم قبل ما اعمل سيرفينج على اي حاله معايا. النقط اللي احنا قلناها جايدنج بلين، اندر كات اريا فور ريتنشن، اني انترفيرنس، الاستاتيك. خلاص النقط دي اتجمعت في دماغي، اجيب اي حاله اشتغل لها سيرفينج مفيش اي مشكله. دلوقتي خلاص بعد ما قلنا كومبوننت اوف سيرفير وعرفنا الاربع نقط اللي انا المفروض حطاهم في دماغي وانا بعمل سيرفينج، ابتدي اجيب الحاله بتاعتي واشوف انا بعمل سيرفينج ازاي. الحاله اللي عندي هنا كلاس 1 كينيدي كلاسيفيكيشن، عندي تو ابارتمنت توس المفروض دول اللي انا هشتغل عليهم. تمام. اول حاجه خالص بعملها ان انا اتاكد ان لازم يكون البيز اوف ذا كاست فلات. بعد كده اذا الكاست بتاعي لازم يكون سكيورد تو ذا موديل هولدر باستخدام اللوكينج بين. تمام. طيب زي ما احنا شايفين كده الموديل هولدر بيحصل له ايه؟ سويفلينج ان اول دايركشن.
انا محتاجه ان انا اخليها في الزيرو ديجري تلت، وده افضل وضع المفروض ان ايه كل الحالات بشتغل على الوضع ده اللي هو الزيرو ديجري تلت. ايه زيرو ديجري تلت؟ ان هو الاوكلوزال سيرفيس اوف اباتمنت توث لازم يكون بارلل وذ تيبل، تمام؟ يعني ما يبقاش فيه تلتنج بوستيريور ولا انتيريور ولا لاترال، هيبقى كل اللي انا بعمله او كل الاكزامينيشن اللي انا بعمله هيبقى غلط. لكن من الاول دي نقطه مهمه جدا، ان الاوكلوزال سيرفيس يكون في نفس الليفل بتاع البيس، تمام؟ هو كده تقريبا الاوكلوزال سيرفيس بارلل، يبقى هبتدي اربط على الوضع ده. خلاص يبقى دي اول حاجه عملتها، وضعيه الكاست في السلفين، تمام؟ وثبت الكاست خلاص. اجي بقى احط على السلفين. اول تولز زي ما احنا قلنا بنستخدمها الانالايزنج روت، زي ما احنا قلنا في اربع نقط هنعمل لهم اسسمنت دلوقتي بالانالايزنج روت. بثبته كويس قوي، تمام؟ وابتدي احرك الكاست بتاعي في الاتجاه اللي انا عاوزاه وانزل الفيرتيكال سبنت. طيب الانالايزنج روت ده مجرد ان انا بعمل بيها انيشال اناليسيس اوف ذا كاست. انيشال اناليسيس اوف ذا كاست ايه الحاجات اللي احنا عايزين نشوفها؟ اول حاجه قلنا ان احنا هنشوفها ايه؟ البروكسيمال سيرفيس اوف ابوتمنت توث. يبقى احنا هنشوف هنا البروكسيمال سيرفيس اوف الفور. لازم يكون الانالايزنج رود كده. الغلطه اللي احنا بنقع فيها ان ساعات الناس بتعمل كده، ان بيكون التب اوف انالايزنج رود انكوركتلي بوزيشن، فبالتالي هيعمل لي اسسمنت فولس. لازم يكون اكستند سيرفايكلو كلوزلي بالشكل ده، تمام؟ طيب واضح معايا ايه هنا؟ ان انا ما عنديش اندر كات اريا، ما عنديش لايت تريانجل، يبقى انا هنا عندي الجايدنج بلين مظبوط. ده ناتشرالي موجود اصلا في التوس. يعني في بعض الكيسز هتلاقي ان انت مش محتاج ان انت تعمل اي موديفيكيشن في التوس، لان مفيش هاي اوف كونفكستي في البروكسيمال سيرفيس، مفيش تيلتنج للتوث، فمش يعني مش محتاجه ان انا اعمل اي موديفيكيشن. خلاص يبقى هنا انا عندي زي ما انا شايفه الانالايزنج رود بارلل للبروكسيمال سيرفيس اوف ابارتمنت توث. طيب نشوف الابارتمنت توث في السلايد الثانيه. خلي برضو الانالايزنج روت كده اكستند لحد السيرفايكال اريا او كده، وابتدي اشوف لو انا عندي اي لايت تريانجل او اندر كات اريا واضحه. واضح برضو من هنا ان ما عنديش اندر كات، يبقى الانالايزنج روت بارلل للبروكسيمال سيرفيس اوف ابارتمنت توث. يبقى هنا انا مش محتاجه اعمل اي حاجه. يبقى احنا كده اول حاجه شفناها ايه؟ شفنا البروكسيمال سيرفيس اوف ابارتمنت توث تو اكت از ا جايدنج بلين، فهي في الحاله دي اوكي اكت از ا جايدنج بلين، ومش محتاجه ان انا اعمل فيها اي موديفيكيشن. دي اول حاجه. تاني حاجه احنا قلنا هنشوف ايه؟ الريتنتيف اندر كات. يبقى برضو الابارتمنت توث هبتدي اعمل اكزامينيشن للاندر كات عندي. طيب هنا برضه نفس الكلام زي ما قلنا، لازم الانالايزنج رود اكستند لحد السيرفايكال بارت اوف ذا توث. زي ما احنا شايفين ما عنديش غالبا اندر كات اهو. لو جينا هنا مثلا ميزيا دي مفيش اندر كات. طيب ديستالي اشوف في كل الجوانب برضه الانالايزنج رود كونتاكت للباكال سيرفيس، فانا ما عنديش هنا اندر كات. في الحالة دي ساعتها هضطر ان انا اعمل كرييشن للاندر كات، هعمل حاجة اسمها ديمبل.
الدمبل دي المفروض ان احنا هنعملها ان شاء الله في الماوث بريبريشن، بيبقى هاف مون ديبريشن، يعني انا بعمل زي ديبريشن في الجينجيفال ثيرد اوف ذا توث. الديبريشن دي بعمل كرييشن للاندر كات عشان الكلاس الريتنتيف ارم اوف ذا كلاس اند في الديبريشن اللي انا عملته. اذا يبقى المفروض ان انا يبقى جنبي ورقه او قلم واسجل الحالة. يبقى انا عندي الحالة اللي عندي هنا كلاس 1 كينيدي كلاسيفيكيشن، الجايدنج كلين ما فيهاش اي مشكلة، موجودة ناتشرال. انا عندي الفور في السايد ده، محتاج ان انا اعمل دمبل عشان ما فيش اندر كات. تمام. طيب خلينا نشوف بقى الفور اللي في السايد الثانية، هنحتاج نعمل فيها اي حاجة ولا هيبقى هنلاقي فيها اندر كات؟ نشوف. هنا ميزيال طبعا ما عنديش. طيب الميدل سيرفيس اوف ذا توث واضح برضو ان هو يعني حاجة بسيطة خالص. الديستال سيرفيس برضو حاجة لا تذكر، ممكن نتأكد بالاندر كات جيج. خلاص لو لقينا برضو ان انا ما عنديش دبس كفاية للاندر كات، هضطر برضو ان انا اعمل دمبل في الناحية التانية. تمام. بس هتأكد الأول باستخدام الأندر كات جيج. يبقى دي تاني حاجة عملنا لها assessment اللي هي الأندر كات تاني. تالت حاجة هنعمل لها assessment اللي هو any interference. زي ما احنا قلنا الانترفيرنس ده ممكن يكون في صورة بقل اكزيستوزيس، زي ما احنا قلنا قبل كده أنا عندي هنا بقل اكزيستوزيس أهو، واضح جدا إن أنا عندي soft tissue أندر كات أهو، هو ده اللايت triangle. يبقى في الحالة دي انا طبعا مش هيبقى فيه فلانج هنا او اي حاجة، بس ممكن يبقى فيه اي بار كلاس لو انا عملت، فانا هضطر هنا ان انا ايه ما يبقاش فيه ما استخدمش الاي بار كلاس. طيب في السايد التانية هل انا عندي soft tissue undercut؟ برضو نفس الكلام، عندي في السايد التانية soft tissue undercut او هو ده light triangle، ده معناها ان انا عندي اندر كات. اذا في الحالتين يبقى اكتب عندي ان انا نو جينجيفال ابروتشنج كلاس. خلاص يبقى انا هضطر ان انا استخدم ايه اوكلوزالي ابروتشنج كلاس. اذا السيرفينج زي ما انتم شايفين انا باخد معلومات بسجلها معايا. رابع نقطة احنا قلنا الاستاتيك، بس انا ما عنديش هنا اي ميزد للانتيرور توث، فمش مضطرية ان انا اشوف فيها اي حاجة. خلاص يبقى دي اول حاجة عملناها ان احنا عملنا اسسمنت باستخدام الانالايزنج جروب. طيب تاني حاجة هنستخدم الاندر كات جيج، طبعا هنستخدم اصغر سايز 1/100 انش. زي ما احنا شايفين انا عندي الاندر كات الدبس الاكستنت بتاعها صغير جدا، فانا هستخدم اصغر سايز واشوف هل هيبقى مناسب ولا هضطر ان انا اعمل ده. طيب زي ما شفنا هنا شايفين المفروض ان انا اعرف ان انا حاطه مديني دبس او لا. المفروض ان الشانك مع الهيد اوف جيج المفروض الاثنين يعملوا كونتاكت مع التوس. ايه اللي هنا عامل لي كونتاكت مع التوس؟ هو الشانك بس، قصدي الهيد بس، الهيد بس هو اللي عامل لي كونتاكت مع التوس. يعني حتى لو رفعنا كده الهيد بس هو اللي عامل لي كونتاكت مع التوس، ده معناها ان انا ايه ما عنديش اندر كات. هنا برضو نفس الكلام، لو جينا ناحيه الميزيال شويه برضو الهيد بس هي اللي عامله لي كونتاكت مع التوس، الشانك مش عامله كونتاكت، اذا يبقى ده اكيد مفيش اندر كات. طيب السايد الثاني احنا كنا شاكين ان ممكن يكون في اندر كات بسيطه،
نحاول نشوف كده. هنا، هنا الشانك والهيد لو انتم ملاحظين الاثنين عاملين لي كونتاكت مع بعض. ده طبعا اصغر مقاس انا استخدمته، 1/100 انش. اذا طبعا هو مفضل ان الاندر كات اريا يكون في الجينجيفر ثيرد اوف ذا توست. اذا يبقى انا يبقى طبعا اكيد هيبقى مناسب ان انا استخدم الكوبالت كرونيوم بلس، لان هو بيكون ريجيد ومش محتاج ان يكون الدبس بتاع الاندر كات كبير، يعني يا اما 1/100 او 2/100 انش، مفيش اي مشكله. اذا يبقى احنا هنعمل ديمبل في الفور في الناحيه الرايت، لكن مش هنعمل في الناحيه الليفت. تمام، وعرفنا كده ان الدبس بتاع الاندر كات برضو ممكن ان انا اسجلها معايا، اقول ان الدبس اوف اندر كات 1/100 انش. تمام، طيب يبقى ده استخدام الاندر كات جيج، بس كده مفيش اكتر من كده. طيب تالت تولز، طبعا عشان ايه افكركم تاني ان الواكس تريمر ده انا بستخدمه في الماستر كاست مش هنا. تالت تولز عندي واهم تولز بقى اللي هو الكربون ماركر، اللي هو المفروض هيرسم لي سيرفي لاين. المفروض ان انا بنزل الكربون ماركر اهو لحد السيرفيكال بارت. تمام، وابتدي اخليه يلف حوالين التوس بالشكل ده. كده شايفين اهو، زي ما انتم شايفين اهو في هاي اوف كونفكستي. تمام، ده السيرفي لاين ده اللي بيفصل لي الاندر كات اريا عن النون اندر كات اريا، معنى كده ان ده الهاي اوف كونفكستي. نيجي برضو نفس الكلام نعمله في اللينجوال، لان يعني زي ما احنا عارفين في ريسيبروكال ارم، والريسيبروكال ارم لازم يكون ايه اباف سيرفي لاين. تمام، زي ما انتم شايفين كده نفس الكلام هعمله في الاباطمنت سايد التاني. الغلطه ما نقعش في الغلطه بتاعت ان الكربون ماركر ما يبقاش واصل للسيرفايكال بارت اوف ذا توث، ماشي، والا هيديني فولس سيرفي لاين. بلف حوالين التوث كده شايفين هنا، عشان مفيش اندر كات فهتلاقي السيرفي لاين عندي نازل لحد الجينجيفال ثيرد. تمام، يبقى انا كده ايه رسمت بالكربون ماركر، انا هنا حددت مكان السيرفي لاين، فبالتالي الارم هيبقى فوق السيرفي لاين مفيش اي مشكله في التو سايد. تمام، هو ده بس اللي انا بعمله بالكربون ماركر، ان انا بعمل ديلاينيتنج للسيرفي لاين، بحيث اما اجي ادي الكاست للتكنيشن بتاعي يبقى عارف الاندر كات اريا هنا هيبقى فين، ان هنا ما فيش اندر كات، ان انا هعمل دمبل. كل المعلومات دي لازم تكون واضحه على الكاست ولازم تكون متسجله معايا. بوضح بس ان في هنا انترفيرنس علشان التكنيشن ما يعمليش اي بار كاست. طبعا انا بقول له بس ايه في نفس الوقت لازم اكون رسمه هنا واضح اهو ان في هنا انترفيرنس او بوني اكزيستوزيس، ونفس الكلام بعمله في سايد. تمام، ده الانترفيرنس. خلاص، يبقى احنا علمنا على الجايدنج بلين والسيرفي لاين اراوند ذا توست ومكان الانترفيرنس. تمام، يبقى احنا كده خلاص عملنا سيرفينج للكيس اللي احنا شغالين عليه. انا جبت لكم حاله ثانيه
كلاس 1 موديفيكيشن 1 عشان عايزه اشرح لكم بس النقطه بتاعه الاستاتيك ازاي انا ممكن احطها في اعتباري وانا بعمل سيرفينج. تمام. طيب الحاله دي طبعا زي ما احنا عملنا في الحاله اللي قبلها ان انا المفروض اول حاجه هنجيب الانالايزنج رود عشان اعمل اسسمنت لكذا نقطه البروكسيمال سيرفيس زي ما قلنا البروكسيمال سيرفيس اوف ابارتمنت توس زي ما احنا قلنا. طبعا في نقطه عايزه اقولها ان انا مثلا لو لقيت ان انا عندي اندر كات اريا خلاص يعني انا عندي اندر كات في البروكسيمال سيرفيس اوف ابارتمنت توس لو الاندر كات دي صغيره هعمل بلوك اوت وتمام مش هيبقى عندي اي مشكله. طيب لو كبيره شويه يعني مثلا من 1.5 لـ2 ملي اندر كات فهضطر ان انا اعمل انامولوبلاستي يعني هعمل توث كونتورنج يعني هشيل من البروكسيمال سيرفيس اوف ابارتمنت توث بحيث ان هي تكون بارلل للباث اوف انسرشن اند ريموفال. طيب لو لقيت ان البيشنت ده خالع يعني عنده مزد للتوس بقاله فتره طويله جدا فبالتالي حصل تيلتنج للابارتمنت توس يبقى في الحاله دي هعمل ايه لو في تيلتنج زياده والاندر كات كبير في الحاله دي انا مش هقدر اعمل توت كونتورنج والا كده ممكن اوصل للبلب وهعمل مشكله للبيشنت هضطر اعمل حاجه اسمها سيرفييد كراون. تمام. انا هعمل اندودونتيك تريتمنت وهعمل كراون هعمل بريبريشن الكراون واعمل سيرفييد كراون. تمام. دي حبيت انوه عن النقطه دي عشان لو لقيت في اي ديفكت في الابارتمنت توس اللي عندك. طيب الحاله دي واضح طبعا ان الجايدنج بلين عندي بارالل للبروكسيمال سيرفيس. طب لو جينا عملنا هنا الكناين اهو حطينا الانالايزنج رود جنب خدوا بالكم انا شغاله كده في الزيرو تلت اهو شايفين اللايت تريانجل ده ماشي ونفس القصه هلاقيها في السايد تاني عشان تبقى واضحه هيبقى عندي هنا لايت اوف تريانجل. ايه المشكله اللي هتحصل بالنسبه لي ان انا لو جيت عملت كونستراكشن للبارشال دينشر على الوضع ده على وضع الزيرو تلت تمام ان انا عملت بلوك اوت بواكس هنا خلاص ايه اللي هيحصل عندي البارشال دينشر في الاخر هيطلع ان في سبيس ما بين السادل والبروكسيمال سيرفيس اوف ابارتمنت توث هيبقى استاتيكلي ان اكسبتابل وكمان هيحصل ميتال ديسبلاي اللي هو الميتال اللي هيكون على البلات ورا ده هيظهر من التراينجل ده فهيبقى الابيرنس مش حلو. طيب ايه الحل بقى في الحاله دي ان انا هغير الباث اوف انسرشن ان انا هغير التلت بدل ما هيبقى في 0 ديجري تلت هعمل انتيرور تلت بحيث يعني ان انا اهو من اللوكينج اللي تحت ده اهو افكه كده تمام وابتدي اغير التلت بعمل انتيرور تلت المفروض بحيث اخلي الانالايزنج رود بارالل معلش انا هعمل بوستيرور تلت بحيث في الناتج عندي ان يكون الانالايزنج رود بارالل اهو كده شايفين ايه اللي حصل اهو كده الانالايزنج رود بقى ايه بارالل واختفى من عندي اللايت تراينجل وهقفل اللوكينج بين على الوضع ده خلاص. طب خلينا نشوف السايد التاني شايفين يبقى انا كده ايه قفلنا تمام يبقى احنا كده قفلنا ايه قفلنا الترينجل خلاص. ايه اللي حصل عندي بقى الانالايزنج رود بارالل ل البروكسيمال سيرفيس للتوكا 9 خلاص. طيب
عملتها ازاي؟ زي ما احنا قلنا ان احنا عملنا بوستيرور تلت للكاست. طيب الناتج بتاعي ان ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان البيشنت لما هيجي يحط الدنشر او هيلبس الدنشر مش هيلبسه فيرتيكال، لا هيغير الباث اوف انسرشن. ولازم طبعا اعرف البيشنت ان انا هغير الباث اوف انسرشن. ليه؟ علشان الابيرنس بتاعي يبقى كويس، ما يبقاش فيه ميتال ديسبلاي، وفي نفس الوقت انا عملت حاجه مهمه جدا ان انا استغليت الاندر كات، ان انا عندي هنا ميديال اندر كات، عندي هنا ميديال اندر كات استغليته، يعني بقى السادل حصل فريكشن ما بين الكناين. يعني انا ممكن ما استخدمش كلاسب في الحاله دي، ليه؟ لان انا واخده الاندر كات منين؟ من الفريكشن اللي ما بين السادل والبروكسيمال سيرفيس اوف كناين، فمش مضطره ان انا استخدم كناين كلاسب ويحصل ميتال ديسبلاي ويبقى استاتيكلي في الاخر ان اكسبتبل. انا بس حبيت اوريكم النقطه دي على الحاله دي بما ان احنا اصلا مش شغالين عليها، عشان نبقى فاهمين البوينت الرابعه اللي هي الاستاتيك.